بونسوار. بحلقة Property Yours لليوم رح نعرض أبرز العقارات المبنية. البعض منا قطع معنا بحلقات سابقة والبعض الآخر رح منشوفها سوا الليلة لأول مرة. إذا حابين تختاروا شقة سكنية صغيرة كبيرة أو متوسط الحجم، ما إلكن إلا تتابعوا شادي بهالبست أوف اللي رح يزودنا بكل التفاصيل. فيلا جديدة للبيع بمنطقة عمشيت بقلب جيتد كوميونيتي، كلها فيلل، تبعد 10 دقايق عن الاوتوستراد وفي لها فيو مطل على البحر. الفيلا من برا قسم منها ملبس حجر وقسم الثاني بيتون بروت، بالاضافه لفنس حديد على كل الارض. الليفينج اريا تبع هالفيلا مؤلف من 1000 متر مربع سكن، مقسم على 5 طوابق، طابقين تحت الارض وثلاث طوابق فوق الارض. طابقين يلي تحت الارض بيتضمنوا طابق للباركينج وطابق للميد روم والشوفور. هيدا الطابق اللي هون بيتالف من غرفه للضيوف مع حمامها، مطبخ، واكيد الريسبشن اريا بتطلعنا لبرا على التراس. هيدا تاني طابق للفيلا بيتألف من ليفينج اريا بالإضافة لأربع غرف نوم، اثنين منهم ماستر. كل غرفة نوم بتطلعنا على بلكون صغير. هيدي الماستر بدروم الأساسية، إلا واجهة كتير كبيرة مطلة على الفيو، شوفاج، اي سي سنترال، وأكيد ووك إن كلوزت مع حمامة. آخر طابق لهالفيلا طابق الشاحت، بعده كله مفتوح على بعضه، مجهز بيه تواليت، مطبخ هالفيلا مساحته لحاله تقريباً 35 متر مربع، مجهز بكاونتر توب جرانيت، فولي إكويبت بمكانات ستانلس ستيل وأومكاستري، بالإضافة لوركينج أريا بالنص كتير كبيرة. شكلها ولونها للفيلا كتير مودرن، الماتيريال يلي مستعملة فيها من النوعية المرتبة، فينيشينج هاي اند، درابزين ازاز لكل التراسات بالإضافة للدرج الداخلي، أرضية كلها رخام، اي سي سنترال بكل الفيلا، شوفاج على الميزوت بالإضافة لتدفئة بالأرض، 5 غرف نوم، 6 حمامات، فولي اكويبت كيتشن لهالفيلا. الارض يلي مبنيه عليها الفيلا مساحتها 1200 متر مربع، مطله على فيو بحر ما بيتسكر عليه. شقة للبيع ببيروت وتحديداً بمنطقة الأشرفية، تاني طابق ببناية فخمة كتير، خلينا نطلع نشوفها سوا. من مدخل الشقة على يميني المطبخ وتواليت ضيوف، وراي دغري 4 غرف نوم، 2 منهم ماستر بدروم، أكيد الريسبشن أريا هون، ليفينج روم، ريسبشن وداينينج روم مفتوحين كلهم على بعضهم، مع واجهة كبيرة أكسي على بلكون لبرا. بلاط رخام، دروب سيلينج جيبسون بورد مع اي سي سنترال. مطبخ الشقة فخم وواسع بالإضافة لبريكفست اريا، كاونتر توب جرانيت، واكويبمنت اللي فيه جديدة وانكستري. أول ماستر بيدروم لهالشقة، تاني ماستر بيدروم، أكيد كل غرفة تابع لها تواليت، وثالث ورابع غرفة نوم لهم حمام مشترك. كل غرفة نوم بهالشقة في إلها خزانات خشب بالحيط ومجهزين بسبلت اي سي. الشيء المميز بهالشقة انه اللوكيشن تبع البناية محيط بفيو جنينات من كل الميلات. الشقة فخمة كتير بقلب الأشرفية، مساحتها 440 متر مربع،
مجهزة بسبلت اي سي للغرف النوم، اي سي سنترال بالريسبشن ارياز وشوفاج اكيد، بالاضافة لكورتن جلاس على البلكون مجهز بفيلم 3M ضد الكسر والكتريك شاترز من جوا ومن برا. ثلاثة باركينج اندر جراوند من خلال بوابة على الريموت كنترول بالاضافة لستورج روم. مساحة الشقة 440 متر مربع، أربع غرف نوم، اثنين منهم ماستر بيدروم، حالياً بالسوق 1,575,000 دولار. شقة فخمة للبيع ببناية جديدة بمنطقة المطيلب المتن على الطابق الأول وبتبعد دقايق عن الأوتوستراد. خلينا نشوفها سوا. الشقة من جوا مساحتها 225 متر مربع، مؤلفة من ثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر، تواليت للضيوف ومطبخ، ثلاثة ريسبشن ارياز بيطلعونا على بلكون لبرا مطل على الفيو. أكيد مواصفات الشقة بتتضمن بلاتر خام وشوفاج وأكيد دبل جليز دبل وول بالإضافة لإلكتريك شاترز على الكهرباء. مطبخ الشقة مريح وواسع، جهز بكاونتر توب جرانيت، مجلى ستانلس ستيل وفي له بلكون. البناية من برا كلها ملبسة حجر، الشقة من جوا جديدة وجاهزة للسكن، والشي يلي بيميزها هو هالبلكون يلي بيطل على فيو بحر ما بيتسكر عليه. 225 متر مربع بالمطيلب، برايم لوكيشن، حالياً بالسوق ب 440,000 دولار. بالأشرفية وتحديداً بمنطقة العدلية، بناية جديدة سكنية للبيع مؤلفة من سبع شقق، كل شقة مساحتها 200 متر مربع وكل طابق شقة. منشوفها سوا. مثل ما ذكرنا وقلنا، مساحات الشقق من جوا بالأشرفية 200 متر مربع كل طابق شقة. الفوطة دغري على الريسبشن اريا، بلاتر خام، ديكور جفصين، مطبخ، ثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر، بالإضافة لهالقعدة الصغيرة هون على البلكون اللي مسكر بكورتن جلاس. مطبخ الشقة مؤلف من كاونتر توب كوريان مع مجلى ستانلس ستيل، له كمان ميد روم وحمامة، تابع للمطبخ كمان بريكفاست اريا. البناية اللي شفناها بمنطقة الأشرفية بالعدلية فخمة وملبسة حجر 100%، مؤلفة من سبع طوابق سكنية، كل طابق شقة بمساحة 200 متر مربع. حالياً البناية للبيع بكاملها، وسعر البناية بالسوق 4,057,000 دولار. أشرفية 16 بناية جديدة بمنطقة الأشرفية ببيروت، بتبعد ثواني عن ساحة ساسين، مؤلفة من 8 طوابق كل طابق شقة، وبعد فيها شقتين للبيع، الطابق الثالث والطابق السادس. نحن هلأ على الطابق الثالث، الشقة من جوا جديدة وجاهزة للسكن، مساحتها 192 متر مربع وفيها 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر بدروم، مقسمة على الشكل التالي، مطبخ، 3 ريسبشن ارياز، كوريدور لماستر البدروم، ووراي كوريدور لغرفتين مع حمامه. الريسبشن اريا لهالشقة مؤلفة من داينينج، سالون وليفينج اريا. الأرض باركيه خشب مسيف من النوعية المرتبة، بالإضافة لأي سي سنترال وشوفاج. ليفينج اريا بتطلعنا على بلكون لبرا، فيو جبل ما بيتسكر عليه. واجهة البلكون عالية كبيرة،
ومن الألومنيوم المرتب. مطبخ هالشقة مؤلف من كاونتر توب جرانيت، مجلس ستانلس ستيل وإيطاليان أكسسوريز، بالإضافة لخزينة خشب ضد المي. وحد المطبخ كمان في ميد روم مع حمامة. هيدي الماستر بدروم لهالشقة، حمامة مجهز بإيطاليان سيراميكس، وأكيد مثل كل غرفة نوم لهالشقة خزينات خشب بالحيط AC split unit، بالإضافة لباركي خشب ماسيف بالأرض. هيدي شقة الطابق السادس، مماثلة للطابق الثالث، زيت المساحة، زيت التقسيم وزيت المواصفات. أشرفية 16، بناية معمرة بهاي كواليتي فينيشينج. الفيوجن ديزاين خالط الكلاسيك والمودرن ستايل مع بعضهم. 1 باركينج لكل شقة، بالإضافة ل 1 ستورج روم كمان لكل شقة، مساحته 10 متر مربع تقريبا. 192 متر مربع، 3 غرف نوم، وحدة منهم ماستر بدروم بالأشرفية. حاليا ستارتنج برايس $3,300 بالمتر. هيدا كانت جولتنا على أبرز العقارات المبنية المعروضة للبيع. بنتمنى نكون قدرنا نجاوب على معظم أسئلتكم. خلال هالأسبوع رح نتابع جولتنا على كل عقارات أخرى. أنا وكل فريق عمل Property Yours بنشكر كل الأشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا من لبنان والخارج. عم نتلقى اتصالات عديدة عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة، ورسائل عبر info@propertyyours.com. وللمزيد من المعلومات خليكم عم بتتابعونا على الموقع الإلكتروني propertyyours.com وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم مستجدات سوق العقارات بلبنان. تابعونا بحلقة بكرة وبنفس الوقت. مصور. Thank you.